أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الأسبوعي وهذه الحلقة الجديدة من فقه الحياة. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نقترب من مأدبة الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم، حبل الله المتين الذي دعانا الله سبحانه وتعالى لأن نتمسك به دائما وأبدا. القرآن معجزة الله الخالدة، استودع الله سبحانه وتعالى فيه من آيات العظمة ما أتاحه لأهل العلم في كل عصر وزمان أن يتدبروا أسرار العظمة في معانيه وروعة البيان في آياته. في هذه الحلقة بحول الله وقوته نقف معكم على روعة البيان في القرآن الكريم. نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا بك أستاذنا الكريم. أهلا ومرحبا. نستأذنك في الخروج إلى الفاصل القصير في بداية الحلقة، بعده نبدأ مع فضيلتك النقاش إن شاء الله. مرحبا. أهلا بكم مجددا، وأجدد التحية بضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود. أستاذنا الكريم، من العنوان الذي اخترناه لهذه الحلقة يتبادر السؤال بشكل عام. نعم. وإن كان يعني سؤال نقر به حقيقة، هل للقرآن روعة في بيانه، أو إلى أي مدى تظهر هذه الروعة جلية واضحة في القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخي الكريم، القرآن له روعة وله بيان وله عظمة وله جلال. هذه الروعة شهد بها فرسان البلاغة والفصاحة في الزمن القديم، لأن القرآن تحداهم بهذا القرآن أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور من مثله، أن يأتوا بسورة من مثله، أن يأتوا بشيء من مثله، فعجزوا وهم فرسان البلاغة. وشهدوا وشهد منهم إن هذا الكلام يعني إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة إلى آخر ما قالوا، ولم يكن قد أسلم. فهذه شهادة من أهل الفصاحة ومن أهل البلاغة في العرب وفي البيئة العربية. ولا يزال القرآن الكريم عطاؤه ليس للعرب القدامى فقط، ولكن عطاؤه لكل عصر. بمعنى الله استودع، سئلت مرة، يعني إن كان الإعجاز اللغوي في القرآن يخص العرب، فماذا بقي لغير العرب من هذا الإعجاز؟ استودع الله من الحقائق العلمية في القرآن الكريم ما يخاطب أهل كل زمن في المكتشفات الحديثة التي أخبر القرآن عنها، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم زمن نزول القرآن ولا للبشرية أدنى خبر عن هذه الحقائق. استودعها الله سبحانه لتكون سر الإعجاز الذي يدعو عقول العلماء المكتشفين والمخترعين، لأن العلم محايد لا يجامل أحدا. نعم، ولكن وهو الشاهد الثقة. إذا سمحت لي في هذه الجزئية تحديدا، أذكر أن فضلتك يعني كان لك بعض التحفظات أنه يعني هذه الأسرار الموجودة في القرآن الكريم يبرهن عليها العلم حديثا، نعم، ولكن لم نجد من العلماء أو من علماء المسلمين من يقدم سبقا لاكتشاف ما، أو هذا حق أو هذا أو تقصير أو حقيقة منه علمية. نعم. سبق القرآن الكريم بها العلماء. عندك حق، رغم أنه يسبقهم طبعا. نعم. بزمن يعني أصابع الاتهام تشير إلينا أننا قصرنا وتراجعنا وتخالفنا وتخلفنا، نمنا قرونا طويلة، نسينا قرآننا وعلمنا وأوطاننا قرونا طويلة، ينبغي أن نعود. لكن مع غيبتنا كان القرآن ينتصر لنفسه، كان القرآن يقدم نفسه بالقوة الربانية الذاتية التي تكون فيه. لا نعم، أنا أعقب على النقطة التي أثرتها فضلتك. نعم. بمعنى أن القرآن يقدم لغير العرب. نعم. إعجازات علمية أو حقائق علمية. نعم. ولكن هذه تتكشف على أيديهم لاحقا. نعم. لا يقدمها لهم بشكل مسبق. نعم، لأننا قصرنا. نعم، لكنها شواهد الحق في القرآن، براهين. نعم. الإيمان في القرآن. فإن عجز المسلمون وإن عجز العرب فالقرآن يقدم نفسه. نعم. بهذه القوة الربانية التي استودعها فيه من حقائق العلم. نعم. حتى في الجانب اللغوي، لو تأذن لي أخي الكريم، يعني حتى الجانب اللغوي نحن قصرنا فيه. يعني إلى عهد قريب
وعشرات السنين في عمر الأمم أيام. كان أيام أن كان الأزهر له الريادة وله القمة وله القيادة، وهو المؤسسة العلمية التي علمت الدنيا كلها. كان له الحس اللغوي المرهف الذي نقف أمامه بكل الإجلال وكل التقدير. يعني لو تأذن لي أنا جايب لحضرتك وللإخوة المشاهدين أثر عن شيخ من شيوخ الأزهر السابقين، ذكره الشيخ عمر الطرابيشي وفي شراب الراح. طب أنا بس أتمنى على فضيلتك لغير المتخصصين في مثل هذه العلوم أو هذا التاريخ، يعني تعرف السادة المشاهدين من هو الشيخ عمر الطرابيشي والكتاب. هو كان يحكي الشيخ عن شيخ من شيوخ الأزهر في زمن الصبا. هذا الكتاب من الأمانة أن الذي حققه هو الراحل المرحوم أستاذنا الدكتور البدراوي زهران عليه سحائب الرحمة، وتكلم فيه عن أمر مهم. أنا أقدم كدليل على الحس اللغوي المرهف الذي افتقدناه حين غصنا في العامية وتركنا لغة القرآن والفصحى ونحو ذلك. كان هذا الطالب قبل أن يكون شيخا للأزهر ولا طالبا في الأزهر، كان يقوم بنظافة الأزهر وإشعال السروج وإتيان بالزيت والشريط الذي يوقد. نتحدث عن فضيلة الشيخ عمر الطرابيشي. نعم، والشيخ لمبابي كان معه في ذلك. فالمهم يعني بما ذكره التفاصيل، القصة موجودة في هذا الكتاب. حاول أن يأتي إلى الحلقة ويعني تزلف إلى الشيخ أن يقبلها، فقال لا أنت لا تناسب. لم يكن بالسهولة بمكان أن يحوز بأي حلقة يعني. نعم. فجلس يقترب من الحلقة شيئا فشيئا، حتى أن الشيخ كان يعني يعلمهم شيئا من الفعل وزمن الفعل والفعل المعتل والفعل اللفيف، وصل ذلك بالنحو والصرف واللغة العربية. فكان الشيخ قد وقف في درسه عند أن الحرف يمكن أن يساوي جملة في اللغة العربية، لأن الحرف يساوي فعل، والفعل هو يعبر عن جملة. كل فعل في حينما أكل شربة فلا بد أنها تحوي في إنسان شارب وفي شيء مشروب. نعم. فجاء بالفعل المعتل اللفيف، يعني أوله حرف علة وآخره حرف علة، وقع. فالأمر منه يحذف حرف العلة الذي في بدايته وحرف العلة الذي في نهاية الفعل. قي اللي هي من وقع. نعم. فقي حرف، قي حرف، القاف المكسورة حرف، يعبر عن الفعل وقع. نعم. والفعل وقع يعبر عن جملة، إذن الحرف قي القاف دي تعبر عن جملة، قول دي من خصائص اللغة العربية. فمال ذلك الطالب الذي عشق الأزهر وحس بفتوح عليه، فقال لهم أخبروني يا نحاة الملة عن حركة تقوم مقام جملة. ده مش الفعل بس اللي انتوا بتقولوا ان الحرف يساوي جملة، لا، ده الحركة كسرة او ضمة او فتحة في اللغة العربية يمكن ان هي تساوي جملة. شيء ادق من الحرف. ويعتبر تأمل واكتشاف خطير. فقام الشيخ انتبه له كده، ايه يا ولد اللي بتقوله ده؟ الشيخ الامبابي. لا، الشيخ الحلقة ساعتها، ما كانش الشيخ الامبابي. الشيخ الحلقة قال له ايه اللي بتقوله؟ فقال للطلبة تعرفوا الكلام اللي بيقوله؟ قالوا لا. قال قول انت. فقال قلي بالخير يا عمر، هي اساسها قل، اللي جاب الكسرة وده فعل امر ومجزوم واللام عليها سكون. قال لان الكسرة دي انما هي عوض عن حرف محذوف هو الهمزة، والهمزة ديت كانت بتاعة الفعل وقى أي وعدة، وعندنا في اللغة العربية يمكن تسهيل الهمزة فتحذف وتبقى حركتها فتحولت إلى اللام. لما تقول لحد قولي بالخير يا عمر يمكن ما يعرفش الحكاية دي. صحيح. وبدأ يفسر لهم هذه أخبروني يا نحاة الملة عن حركة تقوم مقام جملة، فقال لهم الكسرة دي تساوي الفعل وقى، والفعل وقى يساوي جملة، إذن الكسر تساوي جملة. عظيم. قال له خش الحلقة وبقى شيخ الأزهر بعد كده. يعني أفهم ضمنيا من حديث فضلتك أنه إغراقنا إذا صح التعبير أيضا في استخدام اللغة العامية حال بيننا وبين هذه الضرر المكنونة في كتاب الله الكريم. نعم.
نعم، يعني نحن نريد أن نعيد اكتشاف أنفسنا من خلال القرآن، وأن نعيد اكتشاف أنفسنا في عظمة القرآن الكريم وهذه اللغة العظيمة التي نقف بها على سر الخلود وروعة البيان القرآني. المهم أن هذا الأمر يحتاج إلى حس لغوي مرهف يتربى عندنا بالقرب من اللغة. اللغة ممارسة، عظيم. أي لغة في الدنيا يعني ممارسة، بمعنى القواعد وحدها لا تعلم اللغة. الراجل الغفير عندنا في بلدنا يقابل السياح اتعلم له في 3-4 سنين لغتين ثلاثة، واللي بيدرس لغاية ثانوي يدرس ابتدائي واعدادي والثانوي 12 سنة ما بعرفش يتكلم انجليزي. طب هنا ليه؟ اللغة لا يكفي للقواعد ان تتعلمها، لكن الممارسة، هي ليه اللغة العامية يا أستاذ عتابي، ليه اللغة العامية سهلة رغم أننا لا نتعلمها في المدارس، ليس لها كتب مقننة للقواعد ولا كذا، لأننا نمارسها بالممارسة. ليه اللغة الفصحى عصية وفرس حارون أمام كل متحدث؟ هذه الدعوة لحضرتك بتؤشر إليها ربما كانت محل سخرية من قبل البعض حتى في بعض وسائل الاعلام او الاعمال الفنيه، يعني باللغه الدارجه كده اقول لك كلمنا، ما تكلمناش بالفصحى، كلمنا خلي البساط احمدي واتكلم بشكل حبيبي مفهوم، طب يعني ليتسع الصدر، مما أنا يؤشر الى انه هناك صعوبه ما في اقرار اللي حضرتك بتطالب بيه انه تكون اللغه الفصحى يعني سبيلنا او سبيلنا للتواصل مع بعضنا البعض. الصعوبه ناتجه عن الكسل، الصعوبه ناتجه عن اننا نبدا نمارس دورنا في احياء ذلك. يعني اقول لك ما في تمثيليات باللغه العربيه الفصحى، ولا اريد ان اذكر شيء، مش عارف ده كان جائزه اذكر ولا لا تفضل براحتك. يعني تمثيلية، لا هو رايك قوله يعني انا عايز بس الناس تتامل، معايا حاجه. الأزهر الشريف على جلالة قدره حضرتك معذرة يعني قول رأيك براحتك، طالما هو رأيك هو مسؤوليتك، هو رأيك يعني ومن تحت مسؤولياتك وأقوله من واقع علمي، تحدث بحرية. يعني أنا عايز أقول إخواننا ولابد يبقى فيه مصالحة وثقة وقرب ما بين أهل العلم والفكر والفن، لأن الفن قوة نعمة إحنا محتاجينه، والفن محتاج للفكر عشان يبقى فيه قيمة وفيه شيء يعبر عنه. أنا عايز أقول اللي بيقوله كده، ايه رايك في تمثيليه يوسف الصديق؟ اليست باللغه العربيه الفصحى؟ نعم. انا عايز اشوف الناس الفارق بين اللغه الفصحى اللي فيها تعسف يا قوم، لا مفيش حد بينطق كده، وبين اللغه الفصحى السهله العذبه الجميله صحيح في يوسف الصديق، لدرجه ان اظهرنا وانا معه في فتواه الشرعيه حرم هذه التمثيليه، وعلى الرغم اعيدت على قنوات مصريه اكثر من 6 مرات، الناس على القهاوي كانوا يجلسون ليستمعوا اليها. هذا دليل حي على ان المهاره والكفاءه، نعم، وحين نكتشف انفسنا في الفصحى في اختيار اللفظ يكون يكون هذا النموذج، نعم، يكون هذا النموذج الحي الفصيح. ام كلثوم يا اخي، صحيح، ام كلثوم غنت بالفصحى ويفهمها الرجل البسيط وكذا ويثرب لها، ويردد عبد الحليم حافظ، نعم، فريد الاطرش. طب غير كده انا عايز اقول لك طه حسين، انا عايز الناس تعود الى هذه الادبيات، هذا البديع الجميل العبقري طه حسين لما كتب، لان حصل غيره عند ام كلثوم لما غنى عبد الحليم اغنيه وكان فيها كلمه البحر، فنطق في بحرها وزي ما بنطقها كده وفخم الراء ولم يرقق الراء، وحقها الترقيق لانها مكسوره. كتب مقاله كتيره انتصارا لام كلثوم لانها قالت ازاي ده عدوان على اللغه العربيه وازاي ينطقها مفخمه، ده شوه اللفظ الى هذا الحد. الى هذا الحد كان الفن يحتفي باللغه، فاحتفت اللغه به. صحيح. فغنت أم كلثوم وغنى عبد الحليم، ولا زالت أم كلثوم حية بيننا إلى الآن، ولا زال عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش حي بيننا إلى الآن، وشاهد المعاصر حتى في الأعمال المدبلجة مثل يوسف الصديق. أنا أتكلم الآن بمنطق علم اللغة، بمنطق علمي مجرد جدا. صحيح. فهذه الدعوة على أصحابها أن يراجعوا أنفسهم فيها، لأن الواقع ضد هذه الدعوة. طيب بما أنه المسألة دي أخذت
هذه المساحة من النقاش. ليش احنا خرجنا كده على الرصيف قوي؟ هي مسألة مهمة، هي مسألة مهمة، ولعلها تكون دعوة خير من فضيلتك. وده كله من بوابة الحس اللغوي المرهف، ممارسة اللغة صحيح، حتى نتذوق القرآن. عظيم، لعلها تكون دعوة خير من حضرتك انه تكون نقطة انطلاق فعلا للعودة الى اللغة العربية السليمة، اللغة العربية الفصحى، لغة القرآن الكريم، ومفرداتها كثيرة بما يناسب مقتضيات الحال في أمور حياتنا. الفن والإعلام هو البوابة العظيمة لإحياء هذه اللغة. صحيح. أنا كده أنت سبقتني بسؤال، كنت عايز أسأل حضرتك فيك. المدخل إيه أو نبدأ البوابة منين؟ العظيمة أهل الإعلام هم اللي بيدوا جواز سفر لأي كلمة تستعمل. والفن هو القوة الناعمة اللي تحبب الناس في أي كلمة. نقطة انطلاق في هذا السياق الفن هي والأدب. البوابة. أنا لي تجربة، معلش احنا خرجنا من الموضوع فليتسع صدره. أنا جيت لما حدثت اللغة الشبابية فجيت فكرت مع أولادي في دي مرحلة متأخرة من العامية بقى. ولغة يعني خرجت حتى عما هو مألوف من العامية وعن كل قواعد الفصحى، صرخة من الشباب بيقولوا احنا هنا انتوا مش ملتفتين لينا. فبدأت اشوف الشباب هل بيسمعوا لأعضاء مجمع اللغة العربية؟ لا. هل بيسمعوا لمدرسي اللغة العربية؟ لا. هل هيسمعوا للمشايخ اللي بيكلموهم الشباب اللغة الشبابية؟ لا. وما لقيتهم بيسمعوا مين؟ يسمعوا حاجتين، الأغاني ومعلقي كرة القدم وبالذات ميمي شربيني. عنده عبقرية خاصة في أديب في التعليق على المباراة. صحيح. لغة عابرة القارات. مولود في منطقة الجزائر. الله نفتقده كثيرا بالمناسبة يعني. آخر عنقود الموهوبين. دي حقوق الطبع محفوظة لي في يعني هذه التعبيرات هي لغة يعني قريبة فصحى وفي سياب العامية. احنا عايزين التقريب ما بين المسافتين. تفصيح العامية، وده اتجاه كان خده مجمع اللغة العربية في سنوات سابقة وألفوا في ذلك تفصيح العامية، إن العامية لما تقربها وترقيها حتى تكون قريبة من الفصحى تقرب المستويين فلا يكون بينهما فجوة. المهم طب بس دعني أضبط سياق الحديث إذا كرمت. احنا طبعا لا نذكر الأستاذ ميمي شربيني بأنه هو سبب في تدهور لغة الشباب. انت حضرتك تذكره؟ لا ده انا بذكره حسن كده. لا لا كان نموذج طيب، انا بستشهد به على انه نموذج يحتذى. ما اسمع ايه اللي حصل. تمام. انا رحت قابلت الأستاذ أحمد شبير والأستاذ ميمي شربيني وعملت دراسة تحت عنوان اللغة وكرة القدم. وقابلتهم وعملت استبيان وشفت كيف يحضرون، لأن أنا شفت لغة الأستاذ أحمد شبير اللغة وانحنى اللغوي عنده بيتحسن وأداؤه بكذا، وكنت أنا أقعد أستمع لميمي الشربيني وقد لا تعنيني المباراة بقدر ما تعنيني لغته العذبة الجميلة. ده أديب في التعليق على كرة القدم، يعني له هذا اللفظ من الإجلال والتقدير ليه. فلقيت الأولاد في رسائلهم على المحمول بيضعون تعليقات الأستاذ ميمي الشربيني. قلت يا بقى فقط أنا وصلت كيف أغير إيه منطقة التأثير على الشباب. فدخلت وصنعت هذه الدراسة. هي في الحقيقة إن أنا خدت التعليق على كرة القدم سبيل ووسيلة إلى التأثير في لغة الشباب عن طريق الأستاذ ميمي الشربيني، لأن هم بيسمعون بيسمعونيش وبيسمعوش الناس التانية. فوجدت إن لما حين نعمل على ترقية لغة المعلق نحن بنرقي اللغة في لغة الشباب. والكتاب ده خرج، والأستاذ الجليل الكبير في وقتها فهمي عمر خد الدكتور كمال بشر نائب رئيس مجمع اللغة العربية الأسبق أعطاه الله الصحة، والدكتور بشر خدني معاه وجينا ضربنا المذيعين الجدد هنا. وبعضهم قال انت هتقول لنا فتحة ونصبة؟ ابدا، لكن انا بقول لك التعبير الجميل وازاي يبقى عندك اعداد وحصيلة لغوية. صحيح. ما تقولش عبرها، قول عبر الشاشة، ما تقولش عبر الشاشة. بعضهم كان قال كده، يعني هكذا ازاي تنتقي الكلمة العذبة الحلوة
تقدمنا نموذج زي كذا حتى نتحول. التحول ممكن، الخدمة ممكنة، التواصل مع الفصحى ممكن، ممكن بأسهل الطرق كما عظيم. أديت في هذا الأمر اللغة وكرة القدم. عظيم. طب اسمح لي نعود إلى الخط نعود الأساسي. وأنا آسف للخروج الكبير ده. هذه أيضا قضايا بحاجة لحلقات نقاشية كثيرة. نعم. ولكن طالما أننا عنوانا لهذه الحلقة بروائع البيان في القرآن الكريم، لابد أن يعني ده تنمية اللغة عندنا حتى نستطيع أن نتذوق القرآن. عظيم. ماذا لدى فضيلتك في روائع البيان في القرآن الكريم؟ القرآن أنا من خلال نقاشاتي مع العرب وغير العرب، نعم، اللغويين المختصين بدراسة علم اللغة، على مستوى الحركة، على مستوى الحرف، على مستوى الكلمة، على مستوى الآية، على مستوى الصورة، على مستوى صور القرآن، هنالك روائع. نيجي للحرف، نيجي للحركة أولا. أخي الكريم، الحركات عندنا في اللغة يعني حركات طويلة وقصيرة. القصيرة اللي هي الفتحة والضمة والكسرة، الطويلة اللي هي بقى من جنس الفتحة والكسرة والضمة، ألف المد، واو المد، ياء المد. أما تنظر إلى القرآن الكريم، وإحنا خدنا مثال قبل كده، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر موافق لحركة المية من فوق لتحت الكسرتين، وفجرنا الأرض عيونا، التنوين ده والحركة دي موافقة لاتجاه المية من أسفل إلى أعلى. ما تيجي الآية أخرى تقول والنخل باسقات لها طلع نضيد. فحين تنظر إلى ألف المد دي وتتوافق مع استطالة النخلة، ليس عبثا أن تنظر إلى هذه الحركات الطويلة أو القصيرة حتى تقف على هذه المعاني وصلتها، وأنها تخدم المعنى في الكلمة وبدور الكلمة تخدم المعنى في الآية أو الجملة التي هي فيها. على مستوى الحرف، أنا أقف بكل الإجلال والعظمة والانبهار والدهشة أمام قول الله عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. ده في مقام الشدة والاضطراب والقلق، لكن في مقابل، في مقام التلطف والحنو والترفق بسيدتنا مريم الصديقة مريم عليه السلام. قال إيه؟ وهزي، ما قالش وأزي، معنى تأزهم. تؤزهم يعني تقلقهم وتزعجهم وتؤدي بهم إلى الاضطراب إلى آخر ذلك. لكن هذا شيء من الهز نفسه. نعم. ما هو الهز المادي والمعنوي الاثنين. نعم. ده تجمعه لفظة تؤز. تؤز. وهزي، ما هو ده لون أهو. لكن ده في مقام السكينة ومقام التلطف ومقام الحنو بسيدتنا مريم، ما قالهاش وأزي، وإنما قال لها وهزي. وهزي حرف الهمزة حرف شديد انفجاري، حرف الهاء حرف همس، يناسب المعنى ويناسب المقام. هذه التأملات في القرآن لا تتأتى من فراغ أبدا. خذ مثلا القرآن الكريم حين يتحول من حركة إلى حركة ومن حرف إلى حرف، مثلا في سورة الزمر حين يقول ربنا سبحانه وتعالى عن موقف الكافرين في يوم القيامة والذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر ذلك ولم يتوبوا إلى الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الظاهر من القواعد يا حسرتي، نعم، لكن التحول إلى هذه الألف للتعبير عن المبالغة في الحسرة، في الحسرة والندامة، والندامة. نعم. إلى آخر هذا الفضاء من المعنى. لكن معذرة، اللغة تقبل هذا التحول؟ تقبل طبعا، تقبل فيها هذا التحول. وأنا عايز أقول حاجة، هو إيه سر الإعجاز في القرآن؟ خلي بالك، سواء في الحركة أو في الحرف أو في الكلمة أو زي ما هنشوف في الآية والصورة، المادة الخام ما فيهاش إعجاز. نفس الإعجاز في توظيف المادة الخام. تقصد الحروف؟ إزاي؟ يعني دعني أحاول أن أبسط هذه المسألة. المادة الخام ما فيهاش إعجاز، اضطراب مادة خام.
فيجي واحد فلاح مثلي يبني منه كوخا، خلاص انت ممكن تعمل كوخ، وده يعمل اي ناس تعمل كوخ، ما فيش اعجاز. لما يجي مهندس يعمل من التراب ده بمعالجة حرارية وتنظيم وكذا يعمل منه قصر، شيء عظيم، لكنه برضه مش معجز، لان ممكن مهندس تاني يجي يعمل زيه. لكن لما يجي الخالق ياخد التراب ده ويعمل منه انسان، سبحان الله، ده معجز، لان محدش يقدر ياخد حفن التراب ويعمل منها بني ادم، يعمل منها انسان، ده معجز. انك توظيف المادة الخام على نحو يعجز الاخرون عن الاتيان بمثل هذا هو الاعجاز. فالحروف مادة خام ما فيهاش اعجاز، الحركات مادة خام ما فيهاش اعجاز، الكلمات مادة خام ما فيهاش اعجاز. ومن الاعجاز فين؟ في توظيفها على نحو لا يستطيعه الاخرون، هذا هو سر الاعجاز.